تعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا يا متعافى حضرتك، الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان شاكين او الفضاحه دي. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي ازيك يا استرووق. الله يخليك يا معلم. ازيك يا استرووق، منور الدنيا. الله يخليك الحلاوه دي. الله. لا ما اقدرش مش هقدر. طيب مش هقدر مش هقدر. سوري سوري الفرق فضاحه دي. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا حاضر يا تيتا. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة، أنا إبراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي، أختي موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي، شغالة مع رؤوف، أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا، أسطى نقاش كبير أوي، أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الإيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم، ده إيده تتلف في حرير. جرى يا حاجة، وماله نقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة، الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايه رؤوف حضرتك يعني يخلق من شبه بعين، كل الناس تقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اسبايم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له، احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبه عبشه. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكوا جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافا منار. بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلي على النبي تتسلم. حيوان قدامي يا حيوان قدامي. عرة مين يا دراجي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيلة يا حيوان. عيلة ايه يا تيتا؟ ما العيلة خلصت، ما فاضلش غير حضرتك وعبية دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم يا رب. هو في حاجة يا صروف؟ حضرتك ليه؟ دي جدتي ليك فينا يا حضرتك. انا بطمن. ما تطمنش بس الفضول، بحبش الفضول لو تقام ناس. يا مش هقطعك شقطة. شك قوي. طب تحرجني على فكرة. معلش. يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه واعي ما جديتي ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليه حق عرب واخد حق حرفه واسلوبيه. انا استعملتك بصراحه بديل قوي يا رؤوف، وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي شقيقي اخوك. بس اسمع رؤوف، الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع رؤوف يبقى راسك انت والتتة هتعلق على باب حارتنا وبالعشيره بتاعتي. ابا ايه احنا في مكان عام يا جماعه. عندها يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منار امشي. وقفاني ليه؟ تطلع الله امشي يعني. الف هنا وشفا باي. مسا رؤوف. مسا باي. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما. شكلها مش هتعدي. ليه؟ انا بتضمر. هقول لك ايه، خاف اوح، حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك امسك بسرعة بسرعة يلا امسك. ايه دي؟ نحاشي مش دي ايه يخيب بيتك؟ بتحطولي في ايدي يا موام. ناقص احاق في الكافيه مش كفايه لغايه مزفت بايب. عامل بيها ايه دي؟ دي تضرب منها الجرتين خلاص هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد، وجدتك دي بقيت قد البوس. الله يخيب بيتك يا موام. الله يخيب بيتك يا موام. الله يخيب بيتك يا موام. يا متخلف بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش؟ ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط. اجيال بحالها بتتدمر. انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا راوي يا هانم ارجوك راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير، الولد غلط بس ده طيش شباب. وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم، وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكوا سلبيين كده؟ اللي اخطا لازم يتعاقب، وبعدين نقول بره بيتقدموا واحنا بنتخلف.
ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده اخر كلام عندكم؟ ايوه احنا مصممين. انا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وانا بتاجر فيها ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وانا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضيه ضعاوة قبل كده ومشيتني، دلوقتي جايبه مخدرات بلوه بتحرق شعوب وبلاد، يعني مش يعني لازم اقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في ايده. ايه ده؟ استنى يا ابني، ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم، ابوك مش عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ تيتا حميني بقى. ده الضابط اللي في اسم اللي عنده ده بابيه قال انه بخور. جبت منين حضرتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها، كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا، بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ اه. انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هدي لك الفرصه. اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخو، مش قربه، بتخو مش بتنقط. بعد اذنك. زوز. ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو، انت كده هتحطني في مأزق. وانا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو. امي ما بتحبكش. ايه؟ وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي يا عزوز، خلاص ما تزعلش يا ميدو. احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص يا عزوز، خلاص الحمد لله. ورمزي جه اهو. ازيك يا رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي. حب اعرفكم، شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى، انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي موتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبه بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك يا اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله انت بقول لك ايه، تعالي بقى انجش بقى على احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس اقول ايه يا ست، في ايه؟ ايه يا ست في ايه؟ الحق علينا ميدو، وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم، معاك ربنا. اخويا رمزي وحشتني. ده بقى مره اتنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. انت كنت فين من امبارح؟ ايدك والشحن، وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش سلندر. وش سلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه؟ عربيه ايه وبتاع ايه؟ ماشي يا حبيبي، على طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر؟ يعني ده وش سلندر. بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهارده الامتحان الشفوي. كل فني فيكم قدام التلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنظفه. عايز مهارة في الفتح، سرعة في التصليح، جودة في التقفيل، فتنس في التنفيض. أي فني هيعمل أي مخالفة هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقة وهلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟
فاهمين. دور. مفك صليبة. بتقول ايه؟ ها 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 ها. بيقول لي عاكي مفك صليبة. بصي في التلفزيون بتاعك بدل ما طلعت برا. بصي. وانت يا اساس هتلبسلك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عدة. في جندي من غير سلاح. هسه واحدة. اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العدة. قال له يبص في الجهاز بتاعه. قال له. معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هدية 50 جنيه. ماشي شريه من عند مشمش اللي فرش بره. ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيل ب15. اخر يعني كف كده في اللجنة دي ممكن زبالك واخلع. اقعد اقعد عربيك كف اقعد. رموزة رموزة. كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستورد اجهزة كهربية في البلد، وعلى فكرة هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمة بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجة في الليلة السودة دي. جابين لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خد المقاومة دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. البساطة دي سلم على بابي. ماشي يا عم. ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعاملة دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. بحبك. انا مش مصدقه نفسي. انت مصدقه نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني فك صليبه لحسن، فيه مسمار طول كده الوز مش عارفه افكه. حصلت قول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ متقلقش، ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين اللي فندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربية جابها حاجة؟ هطلعنا قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مرة ما تركبيش العربية دي، ما تعملوش فيها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي. أي خدمة تاني يا عمي؟ أنا عايز منك خدمة. أنا الاثنين يا عمي. مش عايز أشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ إحنا ناس محترمين. ما أنا قلت لها انزلي على أول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلام. يلا يا أخويا يلا يلا مع السلامة. عليا. تكرم يا عمي تكرم عشان خاطر بنتك. ماشي. شكرا شكرا يا ابن الأصول. مع السلامة. طب عشان الموتوسيكل بس شوية كده. اتفضل اتفضل. اصحى يا سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي
ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقتي العربية؟ وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جاب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف ابوك بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله ابو عايز انام. عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام ابويا. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجة يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. ده بيت باشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. اتفضل يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اقول لك. قل لي. هذول مساكين؟ مساكين سيادة. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك. والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرقة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطي له خمسة. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابا يا هلا. شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوش اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هم يا بنت؟ ايدك. الله. ياه. هو ده وقته؟ على رايك. خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقول لك طلع طوال الفلوس. عم راجل هو اللي مديهم لنا يا عم. بقول لك طلع دول عهده. يا ابني اديله خلصنا. يلا. عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر الاتموسفير حب كله السحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعة؟ معي سمو. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. اعطي. يا 300,000 اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا باش. هو لو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جولي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ايه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له يا عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تجسيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرصك بالنار هذه. ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم سنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوتك ما تبغي. قوم حضرتك عشان تنام.
نعم؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد، قول مدد 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 سموك مدد. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبرنا يا ميو لنبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان، والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع لك وش طالع؟ أنا العفريت ساعتني ليه يا حرامي؟ أنا مش حرامي. لا حرامي تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو نفسهم من أوال يا حرامي. أنا مش سرقتش حاجة. لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم المنوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا، المنوال انا باكل منها عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا، لا يجوز ترجع تقول يجوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يجوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين، وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم، الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي، لحسن انا جسمي بتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده، انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوه اسمع يا عم زفت انت. اللي اقوله شرط اخره ايه؟ لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده، تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ مين دي؟ خدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خاطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونة ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ احنا أسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة متأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش معك حق، أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي أنا فيه دلوقتي بسبب بخله وجشعه. أنا عجزة زي ما أنت شايف، ما بقدرش أجيب لنفسي حتى كوباية المية. عارف أنا من سنتين بس كنت أقدر أجري أمشي أقف أتنطط أرقص أركب عجل. في يوم من الأيام كنت مسافرة اسكندرية عشان أفتح الملجأ بتاع الأيتام، ولما حسيت إن أنا هتأخر عن الميعاد سقت بأقصى سرعة. ما تهدلنا النور ده شوية لو سمحتي، ما تأخذنيش. هي العروسة اسمها إيه؟ سالي.
طب شوية شاي بلبن. ميس كنت ماشي على 220 وفجأة لقيت قطة بتعدي الطريق. قطة؟ وكان في بنت صغيرة بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعة، فالعربية اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزة مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عملية لو عملتها ممكن امشي تاني. وانتي عايزاني انا اعملك العملية؟ لا انا عاوزة فلوس مني. انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شوية. اصبر شوية. ايه ده؟ انا اسفة قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العملية. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحلة العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم ده انتوا اللي خطفني. لا لا لا، دايما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفديه وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العمليه. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني تورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوكي بلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع، قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسه. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من نجمه. رشدي اباظه خطف ملك بنتي يا متر. رشدي اباظه؟ طب ده حاجه كويسه خالص. ايه كويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها. رشدي اباظه مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا ما اقدرش ابلغ، لو بلغتي ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوه انت. ايوه يا ادهم بيه. انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده ايه ده؟ الشلل اللي انتشر ولا ايه؟ احنا فين هنا اهو؟ في ايه؟ احنا في الساحل الشمالي. وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر برضو؟ ايوه الساحل الشمالي بتاعت مراقيه مارينا. ايه مارينا؟ مارينا بتاعت الاغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان؟ بس ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايو ولا عوامه ولا اي حاجه. مايو ايه وعوامه ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكايه دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الاسبوع بقى. هو انت جاي تصيف؟ ما خلصنا بقى. قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره، اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه انكس بيهم البيت. هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت، لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا لا. طب اروح عشان اروح اغير هدومي. لا
قادرة أفضل قاعدة كده، أنا هفضل تحت رحمة الوالد المعفن ده. يا شيخة حرام عليك، كده شكله غلبان قوي، وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتين لوحدنا. معاكي حق، انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان ما حدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، ما حدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني نازلة معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا ايه ده، الحقي الحقي، بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس، ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي، مش هنتاخر. طيب الاقيش معاكي نقطه فازلين ولا حاجه احطها عشان. لا ده هو كده حلو قوي بجد. شانة أكيد ادخل سلم على العريس. زيما نو فرح، سلم على العريس. قوم يا عم، قوم يا جرح كده تسلم عليا. قوم يا عم. اوه ايوه ما قومتش. اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دمور يا دمور. يا رياسه المسيئه البيئه دي. ايه اللي جدتك مش شغاله لنا ده؟ بتعاقبني انا عارف، انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي، استنوا بس لحظه. بتبيك؟ ألف بركة تتة، والنبي تتة شغلنا الأسطورة دي عشان نتحزن والرجالة شوية عشان فرح أختي. إيه ده؟ أشرف إيه ده تملي؟ اسمع، روح اقعد على الكرسي بتاعك وإياك أسمع نفس، فاهم؟ يلا. ما تسمعش. نورت الدنيا، نورت الدنيا. وجودك. فلعان حبيبي. شكلها دست عليك ولا إيه؟ إيه الكلام ده يا جدع أنت؟ أنت ما بتشوفش المقابلة اللي قابلتها لي جوه. لا حاجة تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقولك ايه؟ ايه عايز لك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار بالنسبة لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك مبروك على ايه بلا خيبة؟ دي حاجة كده هتفرفشك. مفيشني ازاي هتزود عندك جرعة الرومانسية. نسيت ايه يا راجل، بحب موت يا راجل، باش تفاهة. ايه ده ايه ده؟ انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي، جملت وجمل تكسب محبة الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك، انت مواهق لسه يا موان، انت مواهق بالشعب وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنه يا موان، يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرفها جامد. ها بس موسيقى رائعه تشني في الاذان مش كده؟ الاقي عند سعادتك كوبي احتفظ بيه. فافش الجو شوية. حاضر حاضر روح. نوع عبوسة تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوع يا جماعة تيتا شتني فاحي فاحي. مش ملاحظة يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبة للجو العام؟ احنا في ألمانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيدة. بس احنا في مصر فقاوة. يخص نوع يا جماعة. وبعدين دي سيمفونية قداس الموت، حاجة شيك. قداس الموت وفاحي يا تيتا، من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العملة السودة اللي انت عملتها. وربنا افركشه دلوقتي يا تيتا، اقطع البدلة دي وافركشه. لمشي من قدامي، روح كشتك. يلا غور. ايه الحراك ده؟ ده فاحي، ده فاحي يا ساتر يا رب. نوعية يا جماعة. مبروك يا روفا حبيبي. بتموت فيك يا منار، كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حتة تانية. انت بتقول يا جدع انت؟ ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي، كله ثبات. طب غني ياه. ما بلاش يا ايمن، وليها شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع، ده فرح اختي. غني ياه، بدل ما اعملها معاك. خلاص مغني. يا ناس عتيلي الغرام مجروح وسل دم، ويا حزن قالوا عليا طول عياط امه. كان قبل الغرام وردة وانشموا، إيه
العشق خلاه دبل واصفر يا عيني امتى يحن الحبيب ويبوسه ويضمه يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا 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 انت الزمان اللي بيحييني انت اللي بيروحني بس يا غجر ايه السفاله وقله الادب دي رايت انت هقول لك ايه ما انت جاهل يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي عيب وكمان حرام يا حاج احنا حرار وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلقطوني جاك نقطه البيت ده بيت محترم لموا السلاح ده كله والا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز سلاح بدون ترخيص سلاح ايه بس يا تيتا ده خل السنان صح تيتا ابويا ما بيكذبش طب انا اللي حددتك خله كفايه بقى يا تيتا اخرس انت وليه السلاح يا زميلي يا ابراهيم انتوا جايين تنسبونا ولا جايين تشوحونا يا جدع انت جايين نزيطك في منطقتك جايين نجامل العروسة ليه يا أختي؟ أختي! عاملين رجالة وما بتخافوش؟ طيب رعد جوبل فليب فليب إيه نجروا على قضيتكم يلا صباح خير تيتا مسيعة حفل الظيفة دي كان فرح جميل الحمد لله مبوك عاوز صباح خير تيتا امشي حاضر تيتا مالك؟ لا مفيش حاجه منوع فاحه وفاحه بقى بس هو وش منوع يعني مسكه ايد دي بالنسبه لي قد ايه حياه ربنا يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحده ست كده يعني عارفه بقى مسكتش ايد امي ماتت وصغايه وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات الف مبروكه الف مش عارفه متلخبطه بصراحه حياه ربنا انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك اوعي يا منوع انت في ايد امينه ها رؤوف افتح لي السوسته ايه حاضر دقيقة انت بس فك السوستة ليه من قضي وقت يلا اخلص حاضر مرة حاضر حاضر بس بصراحة ماشي يعني انا كنت عامل حساب موضوع السوستة ده في اخر خالص انت علش هي حساب ايه منوع وابنا سوي مش قصد يا رؤوف شكتني يا منوع الضربة دي انت وجعتيني قلبي بجد منوع ايه ده معلش معايا في التواطو هي ليلة كلها تواطو بس هتفك بأمر الله بقوا ميه كده هجيلك عشان فتح السوسته ده ليه سور ها ماشي نوت بيتك منو نوت بيتك ايه ده يا اسود يا ليله زي الزفت يا ليله زي الزفت دام يا حيوان تعال هنا قدامي تعال هنا يا متخلف ادخل اترزع هنا حاضر تيتا ستوب ستوب طلع اللي معاك ايه حضرتك طلع اللي معاك غيره هات حاضر تيتا كمان وربنا ما معايا تاني وربنا ما فيه هم دول بس وربنا ما معايا ايه الادويه دي كلها انت عيان ولا حاجه لا تيتا مش مسألة عيان يعني بس حضرتك دي وسائل مساعدة للفترات الحرجة يعني مين اللي ادها لك؟ موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرع ده هو ووك بكا أنا هسألك شوية أسئلة وعايزك تجاوبني بكل صراحة فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي؟ أيوة ومنار مستناني جوه تيتا تتفلق منار أوكي واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز يا تيتا تجارب ايه يا تيتا يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كافورنيا لا طبعا ما عنديش تجارب ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا طب سالت دكتور متخصص في ليله الزفاف اه اسود انا روح لدكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا ما الملسوع عايز تخش لها ليه ما هعمل ايه طب يا تيتا ما حضرتك يعني دي ليه دخله لازم ادخل لها يا تيتا يعني وبعدين خليها الله بعدين في حاجة حضرتك نسيها أكيد ماما مش حمار لا اتضح إنك أنت اللي حمار شك. الأدوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة لكن على المدى الطويل هتجيب داخلك يا تيتا المدى طويل إيه تيتا وأنا داخل كاس أم أفريقية يعني احييني النهاردة وموتني بكرة والنبي يا تيتا اسمعني بقى وما توجعش قلبي
الثقافة اللي من النوع ده مهمة جدا للشباب. وأنا بقى جايبة لك كتاب، لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لأي دواء. يعني انت حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا دلوقتي، ومنور اللي متلقاها جوه دي. انت تخرس خالص، اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة منه؟ الله يخرب بيت. طب أعمل إيه؟ ما لازم أسأل أستفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا عمي. فوق. حاضر يا تيتا. اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى، انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها، وبص حتى اللفظ قواعد، في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا. احنا بنبني عمارة، بنبني خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم لا. سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول ايه يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقول يا تيتا. انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص أوي خلاص, أوي. خلاص خلاص بطل عياد. خد ده ذاكره كويس قوي. بكره ان شاء الله هتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا عاوزتي. ركز يا واد. ركز ركز. هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر. شاكين قوي. كاميرا اخسى عليك. ضيعت عليها فرصة ان انا افك لك السوستة. بس بصراحة انت مية مية شلتي من علي همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شوية اسئلة محوراني كده يعني، ممكن بصراحة ولا تتضايقي؟ لا. فاكرة زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نوم عايش نتجوء شوية بقى يعني ان شاء الله هقولولك. بس انت هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل؟ اهلك قدموا لك واحد عادي يعني؟ ما تقفشتيش في شقة ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحت قلبي. عايز اقول لك يا مناه، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه. وحياة ربنا كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه محدش دسك عطاف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا مناي. انت من اهل يا حبيبي. شايفك، أنا شايفك. شرفت يا أخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا أبدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ آه إيه قاضي؟ أنت مخنوق مني ولا حاجة؟ ولا عايزك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض. عايزك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقة ربنا. ولما هي خلقة ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسجد في كتفي؟ اتجننت؟ عاوز تخرم كتفي؟ دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ؟ ده انا قطعت. عارف يعني ايه قطعت؟ خلاص يا بابا خلاص. خلاص بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي. حرام اوعي. حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام. ادخل ادخل. بس بحطهالي عيني بتاع اللي في ايدك انت رخرة. انا كنت داخل هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. برمي مرايا عليك يا ادخل يا راجل بقى. ادخل ادخل. حاضر حاضر. اتفضل يا بابا. اتفضل. شفت بيحلف طاية ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها، اكسرها يا جبان. كاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ كأني يعني أنا
انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ مين حضرتك؟ عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا هروح. يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناه؟ خير، اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض وعماله تبص لك. ناه يا شيخ؟ وانت مش واخد بالك منها خالص. وكل شوية تقرب لك حبة وتبص لك حديد. وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفلة قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شدة من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه وطردتك برا اللجنة ولغيت لك الامتحان برا. البنت مرنة اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مرة تانية وابوك يرد عليها. برا يا مورا يا سيدي عليك وعلى حلاوتك. اظبط 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 اظبط. 7 6 6. الو فري، ازيك؟ معلش ما عرفتش اكلمك الصبح. بقول لك ايه، هو احنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا ايه؟ طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. اصل انا ما اعرفش يعني انت طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا بيضه ولا سمراء، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول؟ انت جامده جدا بقى على كده. بنت خالتك؟ ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزه حمرا. ماشي باي باي. وحياه اميره ولبنى وسميره، وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحياه اماني وسمر وناني، وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه، اتصلي اقول له ايه بس. اوعى انت اوعى. 1 2 3 4. وحياه اماني وسمر وناني. الو وحياه. ايوه يا نواف، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ الشله كلها. تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي جروب قبل ما نشتغل. حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سرق عقد على المصنع منه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور، مش حرام. يا بنتي ده امالنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو وانا ليسن تو مي. I'm a
مبروك مقدما يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبستي جاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. يلا مش صفاء بعيد. انا كمان وضع علينا والنبي يا ماما عيب كده. اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه. انا فقت الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني استني. تركت الدنيا بكملي بكملي. تركت الدنيا بكملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غاره يجلينا ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تتكتش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عملوا معروف المطوبة. اعتبروه مربوس. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارب حد قالك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال تسرقونا؟ اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا نستناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي اطلب البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده هو ده حمدي الجواهرجي الحبيب؟ اوعى ايدك سيب البدله. سنين سنين مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا اضربها بره. اضربني عندك ده. يلا بابا عندك. يلا راجل انت مالك خدك لك واسرع. يلا يا معفن يلا. كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناس تجيبوا رقاصه اكيد. بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزر خدامه بنت بشاندي صدق هو بشاندي. انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيهي. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشاندي ضروري. بشاندي ايه بقى ده وقته؟ احنا مصدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا اعمى يا اعمى ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله. انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور الشجره وقعت يا استفندي؟ وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟ انت
بتتذهب علينا ليه؟ في حاجة؟ اه في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطع. اسكت انتي. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزمنا، نفض لنفسك يا نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض، عايز حاجه ياض؟ اه عايز الاستفنديه بتاعتك. خد تعالى. إيه؟ بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ انا طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش وراكم ليه؟ يلا بسلة فلا. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه، انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي، ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهملي، انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا هتتبهدلي، وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكايه. ايه؟ ما تخلينا نمشي بالشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. ها في صورة كده؟ لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليكي، يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر حاضر. اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجه؟ لا انا كويس، انا كويس. انت ايه وقعك ده؟ انا حسيت ان انا شفتك بتمشي. على فكره بمشي. يا ريت يا ريت اقدر امشي، ده انت بس تلاقيت هيوقات من الوقعه. يا لهوي. معلش تعالى ونغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها اتطينت. يا نهار اسود. الحمد لله ان الدرس سليم. ايه ده التلفزيون اتظبط؟ ايه ده؟ مين الممثل ده؟ ده رشدي اباظة. هو ده بقى يا رشدي؟ كل ده متغير يا رشدي؟ لا اصل كنت باخد دش خلاص خارج اهو. ايه وحش؟ لا بالعكس ده حلو قوي، علاماتك مظبوط. لا ده واسع من السد شويه على فكره. في انت بتضحك على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم اخويا وانت بالمنظر ده. ايه هو ابوك يعني دايخه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى يعني. مش مشكله، هو انا هكلمه في التلفزيون. طب يلا يلا. طب ساعتك احنا هناخد اجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعوا الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجه. احسن برضه، انا شخصيا مش عاوز فضايح. طب سعادتك لو اتصل نقول له ايه؟ اعرف منه هو عاوز ايه وبلغنا بطلباته اول باول، وحاول تتصل بيه انت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجه؟ مش مشكله، انا حستناه لما يتصل هو براحته، بس اهم حاجه السريه التامه. حاضر نستاذن. السريه التامه. حاضر حاضر. هشام باشا، في اخبار جديده؟ بقيت عند ملك. اوكي يا حبيبتي سلمي لي عليه. ماشي يا ماما. ماما بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الحمد لله كانت عملت لي يومين اجازه، يعني خلاص كله بقى تمام. ايوه يا عم، بقينا نعرف نخطط ونقول اهو. شفتي بس حركه قميص النوم دي هتخلي رشدي يتحبس طبيعي. اما حته صدفه. صدفه ايه يا بنتي؟ ده كله متخطط هنا، بتفهمي بقى. برافو عليكي. هو بيعمل ايه كل ده؟ يا ابني اسمعني، حد اللي عليك تاخد عيني كمان. بص بص بص، زعلان ازعل ازعل نص نص. نانسي انا غلطان ان انا طوعتكم ولبست الزفت ده، احنا لازم نشوف حاجه تانية تتلبس، احنا جايين نخطف ولا نهزر؟ بس Thank you.
ايه؟ انا مش عايز اشوف ابتسامة واحدة فيكم، وخصوصا انت يا فايزة. تخلي بقى كده عشان بحب اقعد قدام. اقعد حسب الدين. بص بقى، عايزاك اول ما تكلم ابويا تخش فيه شمال، تخوفه جامد، ترهبه. ركز معاها بقى. طيب طيب. ترهبه، تحسسه ان حياه بنته في خطر. هو بقى هيخاف. تقوم انت بقى في ساعتها تحتار بالفديه اللي انت عايزها. عزيزي العميل، عايزاك تتخن صوتك كده عشان يحس ان انت مجرم بجد محترف. انا عارفه ابويا لما يخاف اوعي يزعق فيك. تقوم انت تضعف كده. لا تط ناسف لانقطاع الخدمه. ايه؟ لوك 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 لوك. خلاص عرفت. طب هنعمل ايه؟ سالي هات تليفونك. لا 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 لا، الا تليفوني انا ماليش دعوه خالص. اتكلموا من اي تليفون في الشارع بكره. طب خلاص خلاص، تليفون البيت عطلان وهي تليفونها. لا 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 لا، وانا موبايلي ما فيهوش رصيد. ايه ده؟ انا موبايلي فين؟ فين موبايلي؟ سالي ادهوله. في ايه؟ ويا ريت لو معاكي قرص منوم بقى لحسن، انا بجد ما بيجريش نوم بالليل خالص. ايوه معايا بس بص، خد نص قرص بس. خلي بالك. خلي من ايه؟ مناش الحاجات دي على فكره. شفتنيش انت عند المعلم مشمش تكسر القعده. يلا اهزق بقى. يلا تصبع. هنوديها على فين؟ هنحبسه فوق. خايفه يكون مات. ماتي، ما هو بيشخر قدامك. تعالي بقى لما افرجك على بقيه الفيلم. هتعملي ايه؟ هتشوفي. بصي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتبليها ليه؟ البطول مهدوم ومبلوله، عمره ما هيقدر يكت. انت عليك ايه؟ ايه المخ ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا لا، انا انسان عادي. خد يا هدية. يا ابني يا ابني يا ابني، انت جاي بالسرعة دي منين؟ خد يلا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سالي كانت بتزقني فوقعنا. ده اسمه كلام يا سامي. معلش معلش، ايدك بس معايا. خير 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 ان شاء الله. معلش معلش. هو انت ايه اللي صحاب بدري كده؟ انا قلت اصحى بدري بقى عشان نلحق الخطف من اوله، عشان ربنا يكرمنا. اغير بقى اللبس ده. ايه ده؟ الظاهر الدنيا مطرت. وهي الدنيا مطرت على بدلتي انا بس ولا ايه؟ بتقول ايه يا لطفي؟ نشر الخبر؟ طب استنى استنى هنا استنى. هات القرم يا ابني. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يا دي المصيبة يا دي المصيبة. خد انت. ايه ده، انت تشتغلني ولا ايه؟ تاخد مني الجرنون تقلب فيه بقى ترجعه لي؟ رجعته لك ناقص خبر ناقص صورة. قلبت فيه بس ما قريتوش. اطلع. طب انا مالي؟ خلاص هاتوا هاتوا، انا حاسب عليه. مراتي بتحط عليه بتنجان بيشرب الزيت. حس كده بقى، هات الاذاعه والمصور والحوادث. دول ما بيشربوش الزيت. يبقى اشربه انت. اتفضل يا باشا. ما تعلي يا ابني الراديو ده شويه. حاضر اهو اهو اهو. يا رشدي انت يا بني ادم، انت جاي تستجم هنا؟ استجم ايه بقى؟ مش كفايه الهو اللي احنا فيه ده؟ مش كنت خطفتوني في شهر 8؟ احنا لازم نخرج نكلم ابويا. ماشي، ما تتاخروش. ما تتاخروش ايه؟ اذا كنت انت اللي هتكلمه. اخرج ازاي بلبس شيتوس ده؟ ايه، خايف حد يصطادك؟ بلاش انت يا انتصار. انت عايزين نخلص بقى يا جماعه من القصه دي. ايه ده؟ هو انا قاعده مع اتنين عيال؟ ما تركز معايا شويه يا رشدي. قوم بقى اما نشوف هنعمل ايه في منظرك ده من غير شخط. ماشي، قوم شوف اي حاجه تتلبس. القرف ده. يلا يا بنتي. Thank you.
خير يا جماعه؟ مين اللي مقدم البلاغ؟ يا نهار اسود، ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه؟ انت عارف انك مروح؟ لو اخويا عارف هنوديه في 60 داهيه. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه. يا جماعه عايزين نخلص بقى، يلا روحوا انتوا، انا مش جايه معاكم. ماشي خليكي، احسن احسن. يلا يلا يا اخويا قدام. دكتور ايه العلاصة اللي انت فيها دي؟ ما تزق شوية، انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام. ايوه انا عارف، عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح ازرق. يا ابني البس لك ايه طيب؟ انت جنان؟ ها مالين الرقم؟ اتنين اتنين؟ اتنين اتنين اتنين؟ اه يعني قول اربعة. انت هتجمعهم اربعة اتنينات زيرو ستين. حاضر، اربعة اتنينات زيرو ستين. هتقول له ايه؟ فرصتي جت، سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو. ايه؟ مشغوله. مشغول؟ طب جرب تاني. حابب دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ 42060. برضك كل ده مشغول، هات اجرب انا. بيرن بيرن. الو الو، ادهم الشاذلي؟ ايوه. معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني، أنا كنت مستني مكالمتك دي عشان أعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي أنا بنتي ملهاش أي ذنب، إحنا أصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي. طب أموتها الأول، أموتها. اسمع يا ابني، أنا لو بنتي جرالها حاجة مش هرحمك. بنتك كويسة والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر ثانيه واحده، بابا عايزك. انت مجنون، مش هينفع تكلمها دلوقتي، انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له مليون جنيه. كتير قوي ده. انت مالك؟ عايز مليون جنيه. مل ايه؟ مش مستحيل. انا والله قلت لها كده. انت عارفين مجنون. حرام عليك، شليت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي نسيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه، واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون روعه. كفايه نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا مع الصبح. صباح الخير يا تيتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي يا بابا. بص ايه يا تيتا، ممكن يعني اقتراح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فيا ريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله اوراق مهمه يعني، اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا اتنين. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، حاجزه لكم تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا؟
دي مسرحية عالمية في مسرح الغرفة. مسرحية تيتا غرفة؟ ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونة بقى يا حونة. يا عيني والله ما في حنيتها ماما والله. منوعة حلوة؟ بالحلوة بلا زفت يا عقوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده يا ماما؟ شنكلني. انت توقفونا احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما يجي يا استاذ كويسه. مساء الخير. اليوم سوف اعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ ربنا معه في حضرتك. أنا أول مرة هنا وهو اللي بيسألني بيقول لي لماذا لازم أقول. الموت يحاصرني، أشم رائحته في كل مكان، أريد الماء، لم يعطوني الماء منذ أكثر من يومين. معك مية؟ أريد الماء. فضح حضرتك. مية إيه يا أستاذ؟ مية إيه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج، كده أنت هتكسر الإيحاء النسبي بتاعه. المسرحية بدأت؟ أيوة. مش عرفني. لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك إيه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي، يمشي يمشي. ما يزقش. يمشي. محتام. لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ برافو. لو تقامت لا خمت أسم اللوكا. ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه تعشينا بر. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه يا منار، هتتخلي معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي، ما عندهاش اخمه. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها، انا ناميه في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا مفيش حاجه. خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا ود. حاضر. انا عماله سايسها وهودها، لكن خلاص مش قادره. انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه، اهدي شويه يا مناه، مش كده اعصابك. لغايه امتى يا رؤوف؟ ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى، هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا واتفسحنا. هو قصنا ده، انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف، مفيش حاجه تقص كده غوفه. رقصه صغيره، رقصه صغيره. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. اسمعوا ده، داتكم خيبة في ودانكم. صباح الخير يا منار، نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك يا بنتي. ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه يا تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى؟ يعني الواحد يعمل صنف
اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني اهبل انت خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم، بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده، من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكوا المصروف. ايوه بس ايوه منام منام، معلش تيتا فين بصراحه، ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منام. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. ايه فجاه فجاه كده النكهه كده وخلق غاب ده، انا هشنك وهوب انا من اواكل. انا ميدو. اديني اماره. اماره ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي؟ ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوك يا اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان فيها النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. الدره الاستنى الثانيه. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل، الصوت الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتائي شويه، والباب ضرفتين زي ما انت شايف، والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصل ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه، انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك، يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 اهدى، مفيش حاجه، ده الشاي اهدى بس اهدى. عندي عصب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه؟ عيب روحي اوضتك. اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه، كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا، مش اول مره اترفض. يا سلام. بجد؟ رد 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 حاضر رد بسرعه رد رد. الو يا عزوز. انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي اوكي انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربية وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ انت فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق، انت بره بره بره. انت موطي صوتك بره موطي فظيع.
طب ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. يا بابا انا ما قلتش كده، اسف اسف. انت بتوهيني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك يا بابا. مش تضربني بالدماغ. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوري. خد خد. اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده عيالك سودا يا اختي. قويله خالص يا اختي. يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد؟ انا هتجوز يما؟ اه. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نادي اخت ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. شوف لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق يما. نهت بنت ناس وطيبه ومتربيه، وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه، بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره؟ ياما ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر زرخصتي ده انا معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما بس محتاج لمساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. يا قادر يا كريم يا رب. ماما تتكلم يا واد. بتتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجه؟ في امانه عندكو وجايين ناخدها. امانه ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله بابا ما عملت حاجه. امانه ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعه؟ عم صابر يعني الامانه دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش هعرفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة. والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. اه وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ او حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا قليل؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه فك. صدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد. خشي برجلك اليمين. خش اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. يا ارض احفظي بعينيكي منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه. اتفضلوا. ما شاء الله دي طايره يا ولا. يا رايح يا خالتي انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا تكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعه 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني هرجو عليك الميه. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين. هو في الحمام بيستحمى دلوقتي. خلوا منه الصابونه. انت حته اخوك حته. وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطه. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوزه. اه الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها ده برسامجي مدمن مخدرات. اه وصايع كمان. اي رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع. ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. أنا عارفة أنا عارفة.
يا واد بتقول عليك مرد بيتبرز اخره. ماشي يا خالتي اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا باشندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتيلي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة اوسر اب ايه ده؟ كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي ياسمين ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي اكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بنت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو وين ذا عقد؟ عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بشوف خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة بس فاس جامدة. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعبيبي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هما لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمك. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجو جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبانه وببلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك. مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصر؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الساحن جوه. يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي. يلا جامايكا. منو يا ماما؟ طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو. الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى كرهتني في وشي. يا ابني النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل بذمتك. انا قلت لك اعمل لي تمثال. كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟
زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى ولا هتوافق على الجوازه وهي مغمضه؟ وهي ايه مغمضه؟ Attention, un vautour, vautour, vautour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, ma belle, j'ai soit attention, attention, attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي صففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على إيه؟ خالتي نوسة. أنت هتمشي ورا التخريف دي أنت كمان؟ ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولادي ولا ايه؟ وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا ست انت قوم قوم عمتك ماتت. عمتك ماتت تاني. ايوه قوم يلا فوجا. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميتة. يلا مش تستنى احكي لك على اللي حصل. عندي زفة لازم الحقها. يلا بيت حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفلة. بسرعة اوعى غور. لا مش وقته. يا رب قصروا زي ما قصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عنك كنت الباص هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم. دي ست واصلة قوي. انت ايه؟ مين قال لك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود وكمان خدت منه فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي. ولا اقول لك خدني معاك ما سيبنيش انا لوحدي. يا عمي الله الله اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل. انت يا راجل بتستهبل؟ مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعه ولا مستحمى. افرض سرحان بحاجه قليله الادب ومش عايزك تشوفني. تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل. استنى انت عميت وعينيك البعيد. مش شايف عيل بيرجع ويقعد له روح لامك. كهرمانه لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد الببلاوي. المهنة تنزي حريمي سن 42 سنة. تكذب من أولها. 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حالة. وحالة يا حالة ليلتنا طين يا حالة. حلوة عجبك؟ رايح فين مالكش دعوة اللي بيدور هنا. ها أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. يكون سلمت نوال بتاعت الاردن والنبي احبها. لا نوال بتاعت الاردن. ادي بنتي غلبانه يا امها سرق منهم عود وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العود ده. حضرتك في النيابه؟ لا يا فندم. امال ايه جاي اللي انت مالك؟ امال ده شغل مالكش انت دعوه. معلش
اللي معلش احنا ما نبدعش حد جبنا العقد وخلاص. من فضلك العقد ده انا اتهمت بالسرقه انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ انت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والاناء اتكل على الله. يلا بقى يلا انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخلق مش شبه البعيد. حضرتك شبه المرحومه مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيده. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. انا عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الازرق بتاع البلاوي حطيتيه فين؟ ها فين نسيت؟ ما انت قصيته واديته للواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنومه عشان تجيب له بنطلون جديد. صح 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 الله هو اكبر. رسمه العين مناخير السايحه. برأيي يا بولا انت كده هتجرجرني للرزيلة وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى ورايح للرزيلة معاك؟ لا لا رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه جنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسة ده نفسي ألبسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. السلام عليكم. رايح فين؟ ها قلت اقف شويه. في ايه يا انت؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي قولي ها 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 ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي اباظه. وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا ايوه انت اتفضل. دوري جيت. سريع انا داخل. يا رب يا ساتر. بره انت بره. ده انت مجنون. قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت. اطلع بره. انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره بره. اسمع بس انا عايز اقولك ايه تاني. هو كان في اولاني. قلت بره. طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك. احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي اباظه زكي روسو اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر. مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 تصدق ملهاش؟ شفت حاجه تحير. ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير يصيره يكبر يا ادب. يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي انا هربيه. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. انتوا واقفين تتفرجوا. شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. ها غريبه. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله اتهربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه؟ خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا؟ ايه ده؟ حبيبي ايه ده يا جماعه؟ احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه خمس نجوم. ما تقلقش دول كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس. ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما تقومش دعوه بالحجر ده.
انا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده يعني راح في دايه. انا صحيح معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده؟ ده جاد بتاع الفول. بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ يبقى أنا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ فاضل أسبوعين على الفرح. صح يا منور، نفسي نتجوز بكرة الصبح. كتير أوي أسبوعين. أنا مش عارف أعيش في البيت يا منور، طبعًا عشان أنتِ مش فيه يعني. إبراهيم بيقول لي إن كل يوم سهرانة عنده. رؤوف، اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده. انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو. اوف استني، ناقص اسود النمر من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال، يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خارجه الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان. مالك على الامن ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري، انا اسف. امنه طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا، كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. حضرتك قول لي يا ولد. هو ماتت؟ مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله يرحمه. امان امان، ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين يعني الدنيا حو وكلاب. لو تقامت لو تقامت. نورت مصر يا تيتا. اخرس، انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مش حاجه نقول لو حضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره يا غانم. الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح، طول العمر ليك يا غانم. ايه البيت ما شاء الله. الله، العمارة بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هان. عايز اجتماع مع سكان العمارة في أسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضلي كده حضرتك. يلا جوبل. اتفضلي يا تيتا. اتفضلي العمارة نورت. مصر كلها نورت. الله، أنت سايب التلفزيون مفتوح؟ أوعى كده، أوعى من قدامي. يا ابني ليه يا رؤوف؟
قلت لك في العتاقي دي هتبقى مذبحه يا شريف مذبحه. ميزه مصر رؤوف ماي جاد جراموز بدخل مع صحباتي اخس عليك يا فايم دبل رعد. الست دي كدابه. اخلصي قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت، يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعه بالموبايل مثلا؟ اصور اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش هعرفك ان انا كنت في المانيا. ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه قابلته في لجنه قبل كده هوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمره غلط. حضرتك الظابط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح ونقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد دي وروح. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير قلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شو ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أراجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني، وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها، يعني دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب، وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تيتا هويا تيتا هويا. موتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده؟ يا ابو ربيع ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي. في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصة حد يا تيتا حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، أنا هاجي الأسبوع الجاي وحبص على المدفن، إذا ما عجبنيش حدفنك هنا. سوري تيتا بعد إذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. أنت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر نجر. ادعك كويس حاضر. ادعك كويس. حاضر يا تيتا بدعك اهو. البلاوي تيتا كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى.
يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي، اصل يا تيتا خاجت مش عارفه فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضيه قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول، يعني استنى استنى شو يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا ده الزبال ده ياخد شهيه. تيتا سوى منو، سوى مش هقدر بالك، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوء يعني، سوء يعني، اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا ما نواك عنك ما طفحت. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلتلك يا بهيره هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف قوم. انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك فين البيانو ده؟ اهو فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ ماشي عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح بلح. حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. اه ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هم شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. في ايه يا واد؟ ترقف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قومه بضحك قدام ستي هي فكاكي شريفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشربي مخدرات؟ ايه ايه مخدرات تتطور؟ ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في الكلام، ممكن ما احترمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احترم نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوقع من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يعني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدردح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا تيتا يلا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا ما حصل يا تيتا ربنا، ده انا تربيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل منار دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجاله قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين من ورانا يا هبل.
واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه، وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، وهو كمان الله يرحم. الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا تيتا، ده ليها اخ اسمه ابراهيم. تيتا لو شفتيه، ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم، عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حد يا تيتا؟ ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا الديكورات. حيوان؟ انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا تيتا. ممكن نعم، ممكن اقوم عشان حاسس اني اقوم على غيرك. يلا في 60 داهيه. شكرا. عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام، لو تقام شويه كده ولا كده.